الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد امتن علينا بأن جعلنا من أهل الإسلام، وجعل لهذا الدين أصولا يرجع إليها، هي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هما مصدر العلم ومرد الناس عند النزاع، وهما من يستقى منهما حكم الله، وهما اللذان جعلهما الله حجة على العباد. قد أمر الله جل وعلا بالرجوع إلى هذين الأصلين في مواطن من كتابه، فقال جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمرد إلى الله يراد به الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يراد به الرد إلى سنته. وقد قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن العظيم، والحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فآيات الله هي الكتاب، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يستجيبوا لأوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا أوامر الكتاب والسنة. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد أمرنا الله جل وعلا بأن نقبل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأمر المؤمنين بأن يستجيبوا لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فجعل الحياة الحقيقية بالاستجابة لله ولرسوله، الاستجابة لله بالأخذ بما في هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنته. وقال جل وعلا آمراً المؤمنين بطاعة هذا النبي الكريم، مبيناً أن طاعته طاعة لله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم وكيلا. بل قد جعل الله جل وعلا هذا الأصل من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا نازلا من السماء، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد حذر الله من مخالفة أوامر رسوله
فقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد بين الله تعالى أن محبته تكون لمن سار على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أراد محبة الله وأراد مغفرة ما حصل منه من تجاوز أو تقصير فعليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه باتباع هذا النبي الكريم، بل قد جعل الله سيرته أسوة لأهل الإيمان، كما في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن هذا المنطلق حرص المؤمنون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أصل أصيل ومصدر من مصادر الشريعة وطريق من طرائق فهم كتاب الله. فقد بين الله أن سنة نبيه مبينة وموضحة لكتابه، فقال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر كتاب الله ويبين معانيه، ولا يمكن لأحد أن يقول بترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاكتفاء بالكتاب فقط، فإن كتاب الله لا يفهم إلا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا لا يمكن أن نفهم كثيرا مما أجمل في كتاب الله إلا بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فإنا لا نعرف هذا الحق، ولا نعرف ما مقداره، ولا نعرف كيف نفعل به، حتى تأتينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وهكذا في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن هذه الآية تحتاج إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان معناها ومدلولها. فإن قال قائل: ألم يقل الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فيقال إن مما بينه الكتاب حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت الآيات القرآنية واضحة الدلالة تدل على وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل بأن السنة قد وجد فيها أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، قيل في الجواب عن ذلك: وكذلك وجد في السنة أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين وبحفظ كتابه، ومن حفظ كتابه أن تحفظ السنة التي فيها بيان القرآن وتفسيره، وفيها بيان أحكام الشريعة، ومن ثم لا يمكن أن يكون هناك حديث مكذوب أو ضعيف ولا يتبين ما حاله. بل إن الله جل وعلا
قد جعل الجهود تتضافر لتمييز صحيح السنة من ضعيفها، وقد اعتنى العلماء بأحوال الرواة ونقبوا عن أحوالهم فتبينوا ضعيف الرواية وميزوه بين صحيح الرواية، بل إنهم عرفوا من دقائق أحوال الرواة ما يتعجب الإنسان من شأنه. فمن دقائق ذلك مثلا أنهم بيّنوا من اختلط في آخر عمره من الرواة، وذكروا السنة التي اختلط فيها، وبيّنوا من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، ثم تفحصوا أحوال الرواة فقالوا فلان ضعيف في غير أهله في غير أهل بلده، كما قالوا في ابن عياش إسماعيل بن عياش فإنه ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وما ذاك إلا أنه في بلده كان يكتب أحاديثه ويرويها من مكتوبه، وأما أحاديث غير أهل بلده فقد كان يرويها من حفظه، فوقع عنده أوهام في ذلك فحكموا على أحاديثه عن غير أهل بلده بالضعف. وقد كان من شأن علماء الحديث أن قارنوا بين روايات الرواة بحيث علموا من يهم في روايته ومن يخطئ فيها ممن كان متقنا، وقد اعتنى العلماء بهذه الأحوال من الرواة اعتناء كاملا. ثم إن رب العزة والجلال قد هيأ في النفوس من يقوم بحفظ هذه السنة وبنقلها وبضبطها بما لا يوجد عند أحد من الأمم البتة، مع ما تميز به العرب من حفظ قوي وأداء ماهر، وما كان عندهم من تفرغ لطلب العلم وبثه، كيف لا وهم يسمعون النصوص الكثيرة المتتابعة التي تثني على طلبة العلم وتشيد بمكانتهم. فانظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، وإلى قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيها. ثم إن علماء الشريعة قد اعتنوا بوضع المؤلفات والكتب من الزمان الأول، فكان بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يكتبون الأحاديث كما كتب عبد الله بن عمرو وجماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتابة الحديث قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في آخر عمره بعد أن كان ينهى عنها في أول الأمر، وذلك أنه في أول أمر الرسالة خشي أن تختلط الأحاديث بكتاب الله عز وجل، فأمر بالاقتصار في الكتابة على كتاب الله سبحانه وتعالى. فلما استقر الأمر وكثر الحفاظ ووجدت الصحائف التي فيها كتاب الله جل وعلا، أمر أو رخص لأصحابه بأن يكتبوا الأحاديث. ولذا لما خطب خطبة في مكة قال رجل يقال له ذو اليدين أو يقال له أبو شاه: يا رسول الله اكتب لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، كان يريد كتابة ذلك الحديث. ومن هنا فإن علماء الصحابة
كانوا يدونون هذه الأحاديث في غالبهم، وإن كان جماعة منهم قد رووها بحفظهم، واعتنى العلماء من التابعين بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظها، فنقلوها إلى من بعدهم. ثم جاء عصر التدوين فألفت المؤلفات التي جمعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أوائل هؤلاء العلماء الإمام الزهري محمد بن مسلم رحمه الله تعالى، وقد كان من التابعين وروى علما كثيرا عن عدد من الصحابة وعن عدد من التابعين. فكانت السنة مدونة في العصور الأولى، وليس بين عصر تدوينها وعصر النبوة زمن كثير. ومن المدونات التي وجدت في عصرنا تشتمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصنف الإمام عبد الرزاق، وهو مصنف كبير في عشرات من الأجزاء، فيه شيء كثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في مصنف ابن أبي شيبة الذي اشتمل على أحاديث كثيرة. ثم إن العلماء حاولوا أن يميزوا الأحاديث بأنواعها، فمرة اعتنى بعضهم بتمييز هذه الأحاديث بحسب موضوعاتها، فألف عدد من الأئمة كتب السنن التي تشتمل على الأحاديث المتعلقة بالأحكام الفقهية، بينما ألفت مؤلفات أخرى في عدد من الموضوعات الأخرى. فمثلا في باب الزهد ألف جماعات كالإمام أحمد والإمام أبي داود والإمام عبد الله بن المبارك وجماعة من أهل العلم، كما أن من التصانيف التي صنفت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الأحاديث بحسب الصحابة الذين رووا الأحاديث، كما فعل ذلك أصحاب المسانيد، ومنهم الأئمة أبو داود الطيالسي والإمام أحمد بن حنبل وجماعة من أهل العلم. ومن التصانيف التي ألفت في هذا الباب المصنفات التي اقتصرت على الأحاديث الصحيحة، وقد تفاوتت هذه الكتب في شروط الصحة فيها، فكان من أعلاها صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي جمعه من مئات الآلاف من الأحاديث التي كان يرويها، وكان يتشدد في شرائط قبول الحديث لإدخاله في كتابه الصحيح. وقد اعتنى الأئمة بكتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والإمام البخاري ولد في سنة 194 وتوفي في سنة 256 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ألف هذا الكتاب العظيم، وقد كان للإمام البخاري مكانة علمية في حفظ السنة وفي ضبطها، وله جهود كبيرة فيما يتعلق بحفظ السنة، سواء في جمع الأحاديث النبوية، فقد ألف مؤلفات كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مؤلفاته كتاب الأدب المفرد، ومن مؤلفاته كتاب القراءة خلف الإمام،
وهذا جمع فيه الأحاديث التي كانت تحت هذه الأبواب. واعتنى رحمه الله أيضا بالنظر في أحوال الرواة والحكم عليهم، ولذا ألف كتبه الثلاثة المشهورة: التاريخ الصغير، والتاريخ الأوسط، والتاريخ الكبير، في تتبع أحوال الرواة. فقد كان إماما فذا في هذا العلم، له مكانته ومنزلته. واعتنى العلماء بصحيح الإمام البخاري بحثا في أسانيده، وتحقيقا في أبوابه وتراجمه، واعتناء بأخذ الأحكام من الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري. وقد ألفت مؤلفات كثيرة، فمنها ما كان شرحا لهذا الكتاب، ومنها ما كان تصنيفا لأبوابه، ومنها ما كان دراسة لأحوال رواته. ومن المؤلفات التي ألفت حول صحيح الإمام البخاري المختصرات، فقد اعتنى طائفة كثيرة بتقريب صحيح الإمام البخاري ليكون سهل التناول بين أيدي الناس، ومن أجل جمع أطراف الحديث في محل واحد. فإن من طريقة الإمام البخاري أن يكرر الحديث في أبواب مختلفة بحسب العناوين التي أراد أن يقوم بوضع الأحاديث تحتها، ولذا تكررت الأحاديث تكرارا كثيرا. ثم إن من شأن الإمام البخاري أن يقطع الحديث الواحد ليوزع ذلك الحديث على الأبواب المتعددة بحسب المناسبات التي تتعلق بتبويبات الإمام البخاري. ومن هنا حرص جماعة على جمع الأحاديث التي قطعها الإمام البخاري في موطن واحد ليستكمل البحث في ذلك. ومن المؤلفات التي ألفت في اختصار صحيح الإمام البخاري هذا الكتاب الذي اعتنيت به فكتبته، وحرصت على عدد من الأمور في هذا الباب. فمن ذلك أني حذفت الأسانيد وحذفت آثار التابعين، كما حذفت ما كان معلقا من الأحاديث لأنها ليست على شرط الإمام البخاري في صحيحه، كما أنني حرصت على جمع أطراف الحديث في موطن واحد لتكون في محل واحد عند دراسة هذا الحديث. وكذلك وضعت شيئا من الأمور الحديثية التي تتعلق بهذا الصحيح، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نحتسب الأجر في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري، لعل الله عز وجل أن يثيبنا وأن يجعلنا ممن نال العلم والأجر. فإن دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم قربة من القربات، وعمل صالح يرجو المؤمنون ثوابه وذخره يوم لقائهم لرب العزة والجلال. وفي دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أجر الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمر بها في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. كتاب بدء الوحي. عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قول المؤلف هنا: كتاب بدء الوحي. أراد المؤلف أن يعرف بأوائل حال النبوة عند بدء نزول الوحي، من أجل أن يتعرف أن السنة وحي من الله جل وعلا، وأنها واجبة الاتباع، وليعرف شيء من أحوال الوحي كما سيأتي في أحاديث الباب. وقد قدم المؤلف أحاديث الصحيح بحديث النية، وما ذاك إلا أن النية أصل وأساس للعمل، وبمقدار ما يكون عند الإنسان من تصحيح في النية يكون له الأجر والثواب. وكم من إنسان عمل قليلا وأجر كثيرا بسبب النية. وقد ورد أن نية المؤمن خير من عمله، وما ذاك إلا أن النية من المؤمن أن يستمر على العمل الصالح، وإن كان عمله محصورا بعمره. ولذلك أثابه الله جل وعلا بأن جعله في الجنة خالدا مخلدا. وقد جاءت النصوص بالأمر بالاعتناء بالقلب والتأكيد عليه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد جاءت النصوص بالتأكيد على أمر النية ووجوب الاعتناء بها، بحيث يقصد الإنسان بأعماله أن يرضي الله جل وعلا وأن يحصل على الأجر الأخروي. فمن قصد رضا الله وثواب الآخرة كان مأجورا مثابا. فقد قال الله تعالى في ما يتعلق بنية رضا الله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فانظر كيف قال: ابتغاء مرضات الله. وأما إرادة الآخرة فقد قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومتى كانت مقاصد الإنسان أخروية جعل الله عز وجل الدنيا تأتي إليه وهي راغمة، كما قال جل وعلا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وكما قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقد جاءت الأحاديث النبوية ترغب أهل الإيمان بأن تكون مقاصدهم أخروية، وتحذرهم من أن تكون مقاصدهم دنيوية، وخصوصا في طلب العلم.
وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم نار جهنم ثلاثة، فذكر منهم القارئ، وذكر منهم المنفق، وذكر منهم المجاهد، الذين إنما فعلوا ذلك ليقال عنهم في الدنيا قارئ ومنفق ومجاهد، فلم يكن من شأنهم أن يقصدوا الآخرة. ولذا لما قال عملت ذلك فيك قال الله: كذبت، وإنما عملته ليقال قارئ، فقد قيل فأمر به فكب على وجهه في نار جهنم أعاذني الله وإياكم منها. ومن هنا فعلى الإنسان أن يعتني بجانب النية وأن يتعاهدها ما بين وقت وآخر، فإن صلاح أحوال الإنسان بتفقد نيته، ومتى صلح ما في القلب كان ذلك من أسباب رفعة درجة العبد عند ربه ونيله الأجور العظيمة والثواب الجزيل. ومن ذلك ما ذكر في هذا الخبر، وهذا الحديث قد رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، مما يدلك على أنه يستحب الإكثار من إيراد الآيات والأحاديث على المنابر، سواء في خطبة الجمعة أو في غيرها مما يلقى لتعليم الناس أحكام الله جل وعلا. وفي هذا الحديث إيراد نموذج من نماذج طرائق رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي طريقة السماع، فإنه قد صرح هنا بأنه قد سمع هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث مخاطبة أهل الإيمان بلفظ يا أيها الناس، وأنه لا حرج في ذلك. وفي قوله إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، ويراد هنا الحصر النسبي، أي أن صحة الأعمال واعتبارها عند الله جل وعلا إنما يكون بحسب نية الإنسان. ولذا قال إنما الأعمال بالنيات، وقد ورد في رواية بالنية. والقول بأن هذا الحديث يفسر بصحة الأعمال شرعا هو قول جماهير أهل العلم، وهو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم. وفسر علماء الحنفية هذا اللفظ بالحديث بأن المراد به الثواب، فقالوا إن المقصود بقوله إنما الأعمال بالنيات أي إنما أجرها وثوابها بحسب النية. والذي جعل العلماء يقدرون تقديرا في هذه الآية أنهم يشاهدون من بعض الناس أنه يقدم على عمل من الأعمال بناء على عادة أو بدون تفكير وبدون نية، ولذا قالوا بأنه لا بد من تقدير، فقدره الجمهور بأن المراد به صحة الأعمال شرعا واعتبارها ديانة. وقال الإمام أبو حنيفة بأن المراد بذلك الأجر والثواب، فقال بأنه لا ثواب إلا بنية. وقول الجمهور في هذه المسألة أرجح وأقوى، فإنه في هذا الحديث قال وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذه متعلقة بالأجر والثواب. ولو كان كلام الحنفية راجحا
لكانت الجملة الثانية تأكيداً على الجملة الأولى وليس فيها معنى جديد. وحمل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على تأسيس معنى جديد أولى من حمل ألفاظه على أنها للتأكيد. ولذا فالصواب أن هذا الحديث يقدر بصحة الأعمال شرعا، وترتب على ذلك خلاف في عدد من المسائل تتعلق بالنية. فمن ذلك مثلا: هل يشترط لصحة الوضوء النية؟ فقال الحنفية: لا يشترط. وقال الجمهور: باشتراطه. ومنشأ الخلاف في تفسير هذا الحديث، ومثله أيضا في الاغتسال: هل يشترط له النية كما قال الجمهور، أو لا تشترط له النية كما قال الحنفية؟ فمثلا شخص عليه جنابة دخل في المياه سابحا بدون أن يقصد رفع الجنابة، فعند الإمام أبي حنيفة أن الجنابة ترتفع بذلك ولو لم ينوي رفع الجنابة بدخوله في الماء، وعند الجمهور بأنه لا يصح اغتساله لأنه لم يقصد رفع الحدث بهذا الاغتسال. وقوله هنا: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن أجر الإنسان على مقدار نيته، ولذلك على الإنسان أن يميز نيته وأن يجعلها لله عز وجل، يريد بذلك رضاه وأجر الآخرة، ولا يكون ممن قصد بأعماله الدنيا. وهذه مسألة تحتاج من كل واحد منا إلى زيادة عناية، بل إنه في مرات كثيرة يظن بعمل أن العبد يحصل به على الأجور الكثيرة، مع أنه لا يحصل من الأجر شيئا. ومن أمثلة ذلك: ذلكم الذي يدعو فلا ينوي بدعائه إلا أمر الدنيا ولا يقصد الآخرة، فهذا ليس له من الأجر شيء. ولذا قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومن أمثلة ذلك أن بعض الناس يذكر الأذكار ويقول الأوراد صباحا ومساء من أجل أن يدفع عنه عين الحاسد، ولا يقصد بذلك أجر الآخرة، وإنما أراد أن يندفع عنه شرور الحسد والسحرة، فهذا لم يقصد إلا الدنيا ولم يقصد الآخرة، وبالتالي فإنه لا يؤجر على هذا العمل. ومثل هذا من يصوم حفاظا على صحته لتكون قوي البدن في الدنيا، فهذا لم يقصد إلا الدنيا، وبالتالي ليس له من الأجر شيء. فمن قدم يوم القيامة ومراده الدنيا فقط فإنه يكون من أهل نار جهنم، أعاذني الله وإياكم منها، كما قال تعالى: ومن أراد العاجلة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال جل وعلا: من كان يريد وقال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها
نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولذلك فإن من يقدمون على الأعمال الصالحة يكونون على أربعة أصناف. فالأول من أدى الأعمال الصالحة يقصد بذلك رضا الله والحصول على أجر الآخرة، فهذا هو المؤمن الموحد المأجور المثاب. والثاني من عمل الطاعات لله عز وجل يريد بذلك أن ينيله الدنيا، فهذا ليس عليه من الوزر شيء، ولكن ليس له من أجر الآخرة شيء. ومن كانت كل أعماله كذلك قدم يوم القيامة خالي الوفاض. وأما الثالث فمن أدى هذه الأعمال الصالحة يريد بها عبادة غير الله جل وعلا، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر لصاحبه، الذي قال الله جل وعلا فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما القسم الرابع من الناس فمن عمل هذه الأفعال من الطاعات من أجل الناس لا عبادة لهم، فهذا إن كان فيما يتمحض أن يكون عبادة كان رياء وسمعة، وهو من الشرك الأصغر الذي لا يخرج الإنسان من دين الإسلام لكنه يحبط أجر عمله. ولذا على الإنسان أن يعتني بنيته. وأريد لكم مثلا: يخرج أربعة إلى صلاة الاستسقاء، أحدهم يريد بأدائه لهذه الصلاة أن يرضي الله وأن يحصل على أجر الآخرة، فهذا المأجور المثاب الموحد، لأنه صلى صلاة الاستسقاء لله يريد رضاه وأجر الآخرة. وأما الثاني فخرج لصلاة الاستسقاء ليس له قصد إلا أن يطلب من الله أن ينزل الأمطار في الدنيا، فهذا ليس له أجر أخروي ولا يثاب على ذلك، ولا ترتفع درجته يوم القيامة بسبب هذا الفعل. لماذا؟ لأنه لم يقصد الآخرة وإنما قصد الدنيا فقط. وأما الثالث فإنما خرج من أجل أن يراه الناس ومن أجل ألا يتوجه إليه الانتقاد أو استنقاص الآخرين، فهذا شرك أصغر لا يقبل من صاحبه. وأما الرابع فخرج يريد بذلك عبادة غير الله بصلاة الاستسقاء، كمن خرج للصلاة على وجه التخضع والتذلل لولي من الأولياء يعبده بذلك، فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. ومن هنا فعلى الإنسان أن يعتني بنيته وأن يجعل أمر النية محل عناية ومراجعة ما بين وقت وآخر. ثم فرع النبي صلى الله عليه وسلم تفريعا من أجل أن يعود الناس على إيجاد قاعدة عامة، ثم بعد ذلك يكون على الفقهاء والمجتهدين التفريع على تلك القاعدة، وذكر نموذج ذلك في الهجرة ليكون تطبيقا لما قرره من القاعدة الأولى. فإن الناس في الهجرة ينقسمون أقساما:
قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله فهذا صحت نيته، وبالتالي كان مثابا ماجورا. والمراد بالهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد التوحيد، والهجرة عمل صالح يؤجر العبد عليه. وللهجرة في حكمها الشرعي أحوال، فأول ذلك من كان لا يستطيع أن يعبد الله في نفسه أو من تحت يده في حال إقامته في بلاد الشرك، فهذا تجب الهجرة عليه، ولا يجوز له أن يبقى في بلاد الشرك وهو عاجز عن عبادة الله بأداء الواجبات التي افترضها الله عليه. فمن كان يعجز عن أداء الواجب أو يرغم على فعل المحرم وهو قادر على الهجرة وجبت الهجرة عليه، أو كان الأمر متعلقا بمن تحته من زوجة أو ذرية. وقد قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أولم تك أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وأما القسم الثاني فمن كان قادرا على إظهار شعائر دينه الواجبة في نفسه وفي من تحت يده فهذا لا تجب الهجرة عليه وإنما تستحب. وذلك أنه في هذه الآية قال: ظالمي أنفسهم، فدل هذا على أن من لم يظلم نفسه بإقدامه على فعل الواجبات وترك المحرمات فإنه لا يدخل في هذه الآية. والقسم الثالث من كان عاجزا عن الهجرة فهذا قد عفى الله عنه وتجاوز عنه. وقوله هنا: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أي يريد أن ينال شيئا من أمور الدنيا، سواء كان ذلك من أجل امرأة ينكحها ويتزوجها، أو كان مقصوده بذلك أن يحصل على العمل والوظيفة وأن يكون له مورد مالي، فهذا ليست هجرته لله ولا لرسوله، وإنما هاجر من أجل الدنيا، ومن ثم فليس له أجر في الآخرة. والدنيا واسم الدنيا إنما أطلق عليها لأنها قريبة فتغر صاحبها، ولأنها أدنى أي أقل مرتبة من الآخرة. وقوله لدنيا يصيبها أي يأخذ من الدنيا ما يتملكه ويكون سببا من أسباب حصوله على الأموال ونحوها. وقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه أي أن هذه الهجرة ليست هجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن صاحبها لا يؤجر عليها لأنه إنما قصد بذلك الدنيا. ففي هذا الحديث تعليق الأعمال في صحتها بالنيات، وفي هذا الحديث أن أجر الإنسان على عمله بمقدار نيته، وفي هذا الحديث أن الهجرة طاعة لله جل وعلا، والهجرة يراد بها الانتقال من دار الكفر لدار الإسلام، وفي هذا الحديث أن الهجرة إنما يؤجر الإنسان عليها إذا قصد بها رضا الله وأراد بها أجر الآخرة، وفي هذا الحديث
أن من هاجر من أجل أن ينيله الله الدنيا فإنه لا أجر له ولا ثواب. وفي هذا الحديث وجوب تصحيح الإنسان لنيته، وفيه اعتبار النيات في الأعمال والألفاظ والأيمان وفي غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال: كل ذلك أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنهما. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم شديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا حديث متفق عليه، قد أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. وقوله عن عائشة أم المؤمنين هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روت أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، وكانت من علماء الصحابة وفقهائهم. وقوله قولها أن الحارث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، أي سأله عن الطريقة ونوعية وصول الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أن كل ما يقوله صلى الله عليه وسلم وحي إلا ما ورد دليل بغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك، أي أن الوحي يأتيني على طرائق متنوعة، ومن ذلك ما ذكره بقوله أحياناً، أي في بعض الأوقات وبعض الأزمان يأتيني مثل صلصلة الجرس، أي أنه يصل إليه في أوقات كصوت الجرس عندما يصلصل ويكون له صوت. قال: وهو أشده علي، أي أن هذا الوحي وهذا النوع من نزول الوحي أشد ما يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج شدة عند نزول الوحي عليه. قال: فيفصم، أي أنه يزول ويقلع عنه، وقد وعيت عنه ما قال، أي فهمت قوله وعرفت ما قاله وما أنزله علي من الوحي. قال: وأحيانا يتمثل، أي يأتيني في صورة رجل فيتمثل لي الملك، يعني الموكل بإنزال الوحي على صورة رجل، فيكلمني فأعي، أي أفهم وأحفظ ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، أي يرتفع عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، أي يسيل من العرق من شدة ما كان يعالجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فضيلة الحارث بن هشام، وهو من الصحابة الذين أسلموا في يوم الفتح، وقد استشهد في فتوح الشام. وفي هذا الحديث السؤال عن طرائق الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ما كان يلاقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدة عند نزول الوحي عليه. وفي هذا الحديث
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله له خاصية بأن يحفظ ما نزل عليه من الوحي. وفي هذا الحديث إثبات الملائكة وأنهم جند من جند الله تعالى، وأن من وظائفهم وأعمالهم التي يقومون بها أن ينزلوا بالوحي على أنبياء الله عليهم السلام. وفي هذا الحديث طهارة العرق وعدم نجاسته لقوله لا يتفصد عرقا. وفي هذا الحديث من الأحكام جواز تعرض الإنسان لحال يجعل العرق يخرج منه. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.